وكأن إثارة المشاعر واستفزاز الأفئدة والنفوس بات من الهوايات لدى ذاك الكيان المحتل، يتفنن يوماً تلو الآخر في استحداث الجديد منها، القميء منها. اليوم في ذكرى خراب هيكلهم المزعوم يقتحمون وينتهكون، يدنسون بمستعمريهم، بمتطرفيهم باحات المسجد الأقصى بصلوات تلمودية، لكنهم نسوا أو بدعم ومدد وحماية غربية تناسوا أنه ليس مسجداً فلسطينياً فحسب، بل رمز لملياري إنسان على كوكبنا، أبداً لا يشترى، هو أولى القبلتين ولا يساوم عليه، أو كما قال دنقلنا: أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ونزيد عليه لا يفرط فيه ولو بكنوز مكنزة. القيمة هاهنا لا تقدر بالمال والجواهر ولا بذهب وفضة، القيمة هاهنا كقيمة الأم والولد، كقيمة الدم والعرض والبلد، لا تشترى. الصورة المحيطة باتت عشوائية بكل تفاصيلها، تداخلت ألوانها حتى بهتت من هول ما لاقت، قتل لعشرات الآلاف بدم بارد ثم يدعم القاتل، هدم وتدمير وتخريب لكامل تراب غزة ثم يمول المخرب، انتهاك لسيادة الدول باغتيالات في عقر دارها، ثم تحرك الأساطيل لحماية المنفلت للدفاع عنه من أي ثأر للكرامة ولو قل. أهل العلم قالوها حكمة مجربة: مزيد من الضغط يولد الانفجار. قد لا يكون آنياً في لحظتنا هذه، في أعوامنا هذه، قد يتأخر أو يتعجل، لكنه مؤكد الحدوث ملازم لهذه الأرض كدرس من دروس تاريخها، ضد مستعمرها، ضد مستحل لدمها، درس يشترط أن يملأ الحق قلبك، حينها ستندلع النار إن تتنفس. فصبر جميل.